هنا خبر عن ابن حنبل رحمه الله أنه رأى ربه في المنام. نعم. وسأله أي شيء أحب ما يقرب إليك؟ ما يتقرب إليه المتقربون. قال كتابي يقرأ. نعم. قال بفهم أو بغير فهم؟ قال بفهم أو بغير فهم. طيب. هذه بشارة لمن لا يعرف العربية. فإنه إذا حصل له تدبر المحبة يكفيه ذلك ويكون هذا من أقرب القربات التي يتقرب بها إلى الله. ولما لا يتصور تدبر المحبة في حال العربي والعالم حتى إذا قرأ على حين غفلة وعدم حضور قلب أنه على الأقل يستصحب معنى المحبة فلا يقال أنه أثم بعدم تدبر. نعم ذكرنا ذلك أن أقل مستوى من المستويات هو تدبر المحبة يسقط به الوجوب ويبقى بعد ذلك درجات الكمال. ويختص الإثم بآيات آل عمران؟ لا التي ورد فيها الحديث بالخصوص فيما يتعلق بالتأثر وإنما هي للناطق بالعربية أيضا ولكن خاص بذلك الموضع من كتاب الله.